عشان تبقى اخواتي الصغارين ينزلوا يطلعوا يعملوا مزيكا. دي الحفلة الجاية بتاعتي ان شاء الله في العروبة برضو. اسمي دي عبد الجيبي. خد اللي هو عاوزه هنا وعليها تف. ما كله شف خلاها تسنف. فهو ده اللي حاصل زمن الكاش. فكله ليه كله ليه ما كله قدام عيني. وعدنا ليه ما هو في مواقف الجد جري. ما شرف البنت شري والبنت اصلا تري. اتلموا ليه ما شري وعمل فيها حاجة العيد من عند العيد. فالرد حتى البيع يجريها عليه. علام كلها ده ضر كلام ولما سمع كلام عرف اصل الانسان مرهن على كلام. ولما فجأة ده فين لقى نفسه بيتحرق. فكده الحاجة تتقلب ووصل والخدمة سبت. فقص الا ده عارف ده غير ده عارف ما كده ما كده ده كده ده كده الغلط ثابت ولما بتتشي عشان يكفي بيته بقى اسمه عمر تشي ونسي اهل بيته مشي في طريق الغلط شيء كل ما اللي عيله مشي في عيله بلا الشاب زهي استكبر افعاله والندم طال عياله فالغلطه عيشاله وهو ده وحاله اتمنى الزمن يرجع ورا بس على مين ينادوا خلاص العرب لاش فهو اللي بدافع دافع لما كملت ان المرات على سن المراقبات يا رب غداه يشوف يدوس يزيدوا فلوسه فالحرام بيلوس ما واحده واحده وهي دي طب عامة مفيش حاجة اسمها غنى راب، في حاجة اسمها أداء راب، الراب شعر، ما ينفعش إن أنا أقول أنا مغني شاعر أو شاعر ما بغنيش شعر، مفيش حاجة اسمها غنى راب، مفيش حاجة اسمها طعم الشعر، الراب برضه نفس الكلام مؤدي راب، مفيش حاجة اسمها مغني راب، لأن أنا هضطر أقفل عشان الناس. أعلى صوت للهيب هوب يا جماعة، أعلى صوت للهيب هوب، هيب هوب.